أعلنت قيادة شرطة ميسان اليوم الجمعة تحرير فتاة من سكنة محافظة النجف بعد مضي أكثر من عامين على اختطافها. وقال قائد شرطة محافظة ميسان اللواء لفتة فاخر المحمداوي في بيان أنه بناء على جمع المعلومات الدقيقة وعمليات تحري وتعقب وأصل الأخبار الواردة من مكتب تحقيقات محافظة النجف الأشرف وبعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتواجد المختطفة في إحدى مناطق قضاء الميمونة، تم وعلى الفور توجيه قوة أمنية من قسم شرطة الميمونة والجيش، قيادة عمليات ميسان واستخبارات ومكافحة الإرهاب وشعبة أمن الأفراد وشعبة مكافحة إجرام الميمونة. وبعد استحصال الموافقات القضائية تم ملاهمة المنزل الذي تم تحريره والتمكن من تحرير المختطفة دون أي حادث يذكر. وأضاف أن القوة لم تتمكن من الإطاحة بالمتهم المطلوب على خلفية قضية الخطف كونه غير متواجد داخل المنزل، مبينا أنه تم تعميم اسمه على السيطرات ونقاط التفتيش كافة بغية إلقاء القبض عليه. وأشار قائد الشرطة إلى إحالة المختطفة لمركز الاحتجاز الأمني بغية إكمال الإجراءات القانونية.